فلاقي بقى ما سكتش. اول ما خدت منك حته الذهب دي كنت عاوز اعرف اصلها من ايه، فقعدت ادور واسال اهل الذكر لحد ما عرفت الذهب ده بتاع الجامع اللي من غير مدنة. جامع من غير مدنة؟ لا ما هو مش من غير مدنة بالظبط يعني، هو المدنة بتاعته مربوطه في الجامع بجسر خشب كده، مش موضوعنا. المهم عرفت ان الجامع ده كان بتاع امير، وان الامير ده كان بيشيل الذهب في السرداب عشان يصرف بيه على الجامع، وان الامير مات من زمن الزمن. من ساعتها وحكايه الكنز ديت بقت حكايه وما بين الناس مش اكتر. سالت بقى خدام المسجد قالوا لي ايه بقى؟ ان في ناس لقيته وسرقته تلاته، وان من ساعتها وهم بيدوروا عليه. لما بصيت على حته الذهب لقيت الكلام اللي مكتوب عليها من زمن، وده اللي بقول لك عليه ده. طب شوف يا شيخ مبروك، الذهب ده كان طالع لربنا، يبقى لازم نرجعه للمسجد ونتاكد كمان انه رايح للناس الصح، انهم هيطلعوا لله. الذهب ده ما ينفعش بقى عندي اليومين دول، ومن غير ما اقول لك ليه، وانا مش هلاقي احسن منك استعمله على الذهب ده، فتعالى معايا خده من عندي وخليه عندك. قلت ايه؟ اذا كان ولا بد يبقى وهو كذلك. يلا بينا.